الرب لكل المجد ما كانش من هذا العالم طبعا، جاي من فوق. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. فهو جاي من عند الآب وأخذ جسدنا وإنسانيتنا وصار في الهيئة كإنسان وشاركنا في كل شيء فيما عدا الخطية، ثم حمل هو نفسه في جسد خطايانا على الخشبة لنموت عن الخطايا فنحيا للبر، ثم رجع إلى الآب. فالرب خرج ودخل إلى مجده، استكملت فيه الصورة اللي هتبقى لينا، فبقى هو البكر. يعني كل اللي اتعمل اللي عمله هو في جسده كان بيعمله عشان اللي ليهم الجسد اللي هو احنا يعني، فكان بيمنح للجسد هذا المجد لكي يصير فيما بعد لذوي الاجساد. قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت عاشوا كل حياتهم تحت العبوديه. الحاجه الثانيه انه انتوا زعلانين انا ماضي الاب، بس من الاحسن ليكم خير لكم ان انطلق. ليه؟ ما انا طول ما انا قاعد معاكم جنبكم هنا هبقى انا بس يسوع ابن الله، لكن انا لما همضي هيبقى انا البكر وانتوا كلكم هتبقوا ابناء لله. لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. بقى الروح القدس بيحل في ماكس معكم وبعد كده ايه؟ ويكون فيكم. فالوقت انتوا عندكم حزن، بس بعد كده هتنبسطوا وتفرحوا، لان انا لما همضي الى الاب وهارسل الروح القدس سيزول تيتمكم. ما هو يتيم يعني ايه؟ يتيم يعني ما عندوش اب، فانتوا دلوقتي مع يتمى، لكن لما هيجي الروح القدس سوف يزول تيتمكم. ازاي؟ حيثما ياتي الروح القدس فاني اتي اليكم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. ما هو انت بقيت ابن ازاي يعني؟ اتولدت من فوق يعني ايه؟ انت بقيت ابن بسبب سكن الابن فيك. اللي جابك لله ان الابن الحقيقي الوحيد بقى فيك، فانت بقيت ابن بسبب سكن الابن فيك. فبقيت ابن لما الابن جاء اليك في الروح القدس. الرب عايز ينقلنا الى معايشة الاتحاد بالمسيح. الروح القدس بيجهزني وبيعدني من خلال بقى التعليم، التبكيت، التنقية، يرشدك، ينصحك، يفتح ذهنك، يخبرك. كل ده عمال يعمل فيك ايه؟ الروح القدس عمال بيعد الهيكل، بيجهزك عشان تستقبل الاتحاد بالمسيح. بينقيني ويعدني للحتة الأساسية بقى اللي هي ايه؟ للحظة اللقاء مع العريس، الدخول في الوحدة بقى. ده انا بدخل اول بطريقه مش واضح فيها قوي حضور المسيح، يعني انا حاسس بروح القدس، حاسس بعمل روح القدس، ويسوع الروح القدس بيوحدني بيه، بس 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 انا مش شايف يسوع قوي، شايفه بالايمان، وهو فعلا بيوحدني بيه وفي اتحاد حاصل بيني وبينه، بس الاتحاد ده ما دخلش لنقطه ان انا اعاين يسوع لسه. يعني عايز اقول باختصار ان لما بيجي روح قدس الي مش معناه خلاص انا وصلت لاخر الرحله، ده انا وصلت لبدايه الرحله. يقول لك فلان خلاص خد الروح القدس، كان الروح القدس محدود قوي هو خده كله. ده هو ده 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 اول نقطه البدايه لقبول الروح القدس، ده بدايه الطريق. ده انت لسه هتنمو في الامتلاء من الروح القدس كتير قوي قوي قوي، و الروح القدس كل ما هتتملي بيه هينقلك بقى للاتحاد بيسوع. والاتحاد بيسوع انت الاول كنت داخل في الاتحاد بيسوع من خلال عمل الروح القدس فيك، هتتنقل لمرحله تانية يبقى علانيه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اتنقل لمرحله اسمها الذي يحبني، يحبه ابي وانا احبه واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. فالاول الروح القدس يشتغل فيك لغايه ما توصل لنقطه يحبني، تحبه. طبعا مش تحبه اللي هي كلنا بنحب المسيح، لا، تحبه بحسب القواعد اللي هو حطها، من يحبني يحفظ وصاياه. فالروح القدس بيشتغل 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 لغايه ما يوصل بيك لنقطه انك بقيت ايه؟ بتحب.
اللي هي ايه؟ اللي هي يختن الرب قلبك. يختن يعني ايه؟ يعني يقطع منه محبة الخطيه. يختن الرب قلبك فتحب الرب إلهك من كل قلبك. الروح القدس بينقلك بقى، هنخش في مرحلة جديدة بقى اهو، اسمها إليه نأتي وعنده نصنع منزل. أما يأتي ويصنع منزلا، ده مش كلام معنوي ولا كلام رمزي، لا 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 لا، يعني ترى المسيح جواك، يعني تبقى أنت واعي لشخصك لنفسك، واعي لحضور يسوع، حاسس بيه، شايف، سمعه، تكلم معاه، بيشع فيك بالحب، بالحياة، بالقوة، بالاستخدام. الحضور ده بقى بيملأ النفس والروح والجسد والعقل والذهن معا. ان لازم يحصل تناغم مع حضور يسوع عشان يملاك، يعني ما هو انت برضو هتنمو في الوحدة دي، مش بس كده، هي هتبتدي في لحظة في تاريخ حياتك طبعا، بس هتنمو فيها التناغم ده بقى، اللي هو ايه؟ خلاص احنا سيبنا حكاية التناغم مع ابليس ده، انت يعني بفترض ان انت كل ده انتهى من حياتك. التناغم معاه بقى انك انت بتخضع مشاعرك ليه، بتخضع افكارك ليه، بتخضع احاسيسك ليه، بتخضع قراراتك ليه، بتخضع رغباتك واشتياقاتك ونفسي. نفسي بعد كده يبقى زي ما الابن له المجد مع الاب والروح القدس، بيقول عن نفسه الابن لا يقدر ان يفعل شيئا من ذاته الا ما يرى الاب فعله. هيبقى حضرتك بعد كده هتعمل ايه؟ ما تقدرش يبقى نفسك في حاجة إلا إذا كانت هو نفسه فيها. يعني التظبيط والتناغم يدخل بيك لأنك تسترخي، مستلقي على صدره كده، مستريح عليه، وتبقى كولد. من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. عشان كده أقام طفل وقال لهم الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عارف اول ما تعمل الحركه دي تفتح عينك تلاقي نفسك فين؟ في الملكوت. يعني ايه؟ يعني تخش تصلي مثلا فتلاقي نفسك، يقول ايه الرسول بولس؟ وبينما انا اصلي اخست في غيبه. الحب ياخدك لانك تغيب عن هنا، ولما تغيب عن هنا تبقى متيقظ فين؟ فيه. يعني ايه تغيب بقى؟ ما هي مش غيبوبه قهريه، هي غيبه اراديه من فرط تغير مجال التركيز والحب. فهو تغير مجال التركيز والحب من عملوا فيا وضربوني وشتموني وحقي، او من نجيب نشتري من الفلوس مش مكفيه العيال، او من برنامج الخوف والاضطراب والقلق والاشتهاء والرغبه، ده واخد تركيزك. انت خلاص سلمت كل ده ليه وبقيت التركيز فيه قوي قوي، فتبتدي يحصل ايه؟ غيبه عميقه عن المحسوسات والمرئيات وعن نفسك، لأن قوة التركيز صارت في الشخوص في وجه يسوع المسيح. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.